السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف ندخل في اختبار القصير في مادة العلوم للصف الخامس. يوضح الشكل الآتي سيارات تسير على الشارع. أدرسي الشكل ثم جيبي عن الأسئلة التي تليها. رتبي العبارات التي تصف التسلسل الصحيح للانعكاسات التي ستحدث حتى يتمكن سائق السيارة من رؤية السيارة الخلفية. اكتب الرقم من 1 إلى 3. في البداية عندنا ينعكس الضوء من المرآة إلى العين عندنا أولا ينتقل الضوء من مصدر الضوء إلى السيارة، رقم 1. رقم 2 عندنا ينعكس الضوء من السيارة الخلفية إلى المرآة، وأخيرا ينعكس الضوء من المرآة إلى العين. ما مصدر الضوء في الشكل السابق؟ طبعا مصدر الضوء عندنا الشمس، فنختار الشمس. فسر العبارات الآتية: المرآة تعكس الضوء جيدا لأن سطحها أملس ومسقول. في الشكل المقابل أرسم المسار الصحيح للأشعة الساقطة والمنعكسة التي تمكن العين من رؤية الجسم بشكل صحيح. طبعا يكون بشكل صحيح، يكون بهذه الطريقة. رسمت هند الشعاع الضوئي للساقط والمنعكس عن المرآة كما بالشكل الآتي. هل رسمها صحيح؟ طبعا رسمها غير صحيح. فسر الإجابة: لأن زاوية السقوط لا تساوي زاوية الانعكاس. سقوط لا تساوي الانعكاس. لا ننتقل إلى هنا. المرآة تمتص الكثير من الضوء الساقط عليها. طبعا هنا خطأ. يمكن رؤية الانعكاسات جيدا إذا كان السطح يعكس الضوء بشكل كبير. هنا صح. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل في الصفحة التي تليها. عندنا هنا يوضح الشكل الآتي مسار الشعاع الساقط والمنعكس عند توجيه شعاع على المرآة. كم يبلغ مقدار زاوية ب؟ طبعا ما دام هذه 50 فباء أيضا 50. في الشكل البيان الآتي: إذا كانت الزاوية بين المرآتين أكبر من 160 فإن عدد الانعكاسات سيكون كم؟ طبعا يكون 160 أيضا، فالإجابة هي 1. عندنا هنا أجريت مريم استقصاء لمعرفة مدى عكس الأسطح المختلفة للضوء، واستخدمت 4 أسطح مختلفة ودونت نتائجها في الجدول الآتي. طبعا عندنا هنا الملاحظات وهنا عدد الأسطح. أدرس الجدول ثم أجيبي عن الأسئلة الآتية. تميز الأسطح التي تعكس الضوء بشكل أفضل بجميع الصفات التالية ما عدا، طبعا تكون لامعة وتكون مستوية وتكون ملساة ما عدا خشنة. عندنا هنا أكمل الرسم البيان الآتي برسم العمود الذي يمثل عدد الأسطح التي رأت فيها ريم انعكاسها الضعيف. طبعا عندنا هنا يكون كم؟ يكون عند 3، رأت انعكاس ضعيف. إذا أعطت مجموعة من الأسطح المختلفة عندنا ورق الألمنيوم، مرآة، ورق مقوى، بلاستيك صلب، طبعا الأسطح العاكسة للضوء هي ماذا؟ هي مرآة، ورق الألمنيوم، عندنا هنا ورق مقوى، عندنا أيضا بلاستيك صلب. الأداة التي تستخدم المرايا لرؤية ما فوق قمة الأشياء اللي هو البايروسكوب. هذا هو اختبار العلوم للصف الخامس.
أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.